خفيف هو دي انت خفيف هو اصلا نظيف لطيف صغير وكبير جديد وقديم اربعة شارع شريف الموضة اليوم مطعمنا أكله خفيف ثقافة وحضارة مواهب جبر أربعة شارع شريف مزيكا وفنون الموضة اليوم مطعمنا أكله خفيف ثقافة وحضارة مواهب جبر أربعة شارع شريف 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 يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا وحلقه 3 رمضان. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم ونتمنى تكونوا مبسوطين معانا في قناتنا قناه الحياه. النهارده عندنا اكل حلو قوي واميره جايه النهارده عامله صينيه مش صينيه صينيتين. اهلا اهلا اخبارك ايه؟ رمضان كريم وانت طيب حلو قوي زي اللي انت لابساه ده. لا هندي فيري نايس. احكي لنا بقى النهارده صينيتك الكبيره فيها ايه؟ صينيتي الكبيره فيها صينيه بطاطس بالكفته وفيها شوربة جزر وفيها رز بشعرية وسلطة بقى عشان يبقى لازم يكون في سلطة في رمضان. هنحلي ببسبوسة بالقشطة. فين البسبوسة دي؟ هي دي كده بجد؟ دي بسبوسة؟ شكلها مهلبية. لا هي بسبوسة بالقشطة بس بطريقة مختلفة شوية. حلو. طيب دي أكلاتنا النهاردة؟ أيوه. نشوف فاصل وبعد الفاصل نرجع نعمل إيه؟ نرجع نعمل البطاطس. البطاطس يلا بينا فاصل يا أولاد. صينية البطاطس. صينية البطاطس من الأكلات الحلوة أي حاجة فيها بطاطس أنا أحبها. وأميرة بقى عندها صينية البطاطس مختلفة. طاجن البطاطس مختلف بالكفتة. احنا عاملينه بالكفتة عشان يرمي كمية كده عشان. طيب ايه شكلها حلو وانت حاطة البطاطس على سيفها لان هي نص كفتة بين كل واحدة واحدة كفتية ده في رصة في الموضوع بالظبط. طيب قولنا المقادير. طيب اول حاجه عندي نص كيلو لحم مفروم احمر، بصله كبيره مفرومه، ربع كوبايه بقدونس مفروم، معلقه كبيره بهارات كفته، بطاطس حلقات وفلفل رومي حلقات. للصلصه بقى اللي هنسوي بيها بصله مفرومه ناعم، نص معلقه صغيره ثوم، نص كيلو عصير طماطم، معلقه كبيره صلصه طماطم، نص معلقه صغيره سكر، ملح وفلفل. اوكي يلا جاهزين للطبخه الحلوه وهتعمل لكم صينيه بطاطس مختلفه. صينيه بطاطس بالكفته. بالكفته دي الوصفه دي اقتصاديه جدا مبدئيا لان هي يعني الكفته بتدي طعم غني جدا للوصفه لان احنا هنتبل الكفته وهنعملها كفته من الاساس وهنحطها مع البطاطس فتخيلوا انتوا الطعم هيبقى عامل ازاي لما نتبل الكفته. حطيت هنا اللحمه واللحمه انا عايزاها لحمه حمراء لان مش عايزه الاكله تبقى تقيله قوي. لو لحمه فيها نسبه دهون عاليه هتلاقوها تقيله قوي فهتنزل دهون كتير فانا عايزاها لحمه حمراء. حطيت على اللحمه بتاعتي البصل وهحط البقدونس وهحط بهارات الكفته. اوكي وهحتاج تجيب لي الملح والفلفل بعد اذنك. اتفضلي. مش عايزه حاجه اكبر من دي. انا ايدي صغيره فهحاول ان انا اسيطر على الوضع. ملح وفلفل. ما تقلبي دي احسن. اوكي ماشي وهنقلبهم هنا كده. بصوا في تركه كده في الكفته لما بتفك مننا ايه السبب ان هي ما بتبقاش بارده او ان احنا بنقول ان احنا في الوصفه لازم نعجنها ونسيبها في الثلاجه شويه ففي حاجه اسهل بقى ان احنا نطلع اللحمه وهي لسه ساقعه او فيها سن التجميده ونعمل العجينه بتاعتها كده فهتدينا نفس النتيجه لو احنا عجناها وحطيناها في الثلاجه شويه. اوكي فانا هنا عندي اللحمه ساقعه وفيها حتت فيها شويه لسه تلج. خلاص انا كده عجنت الكفته بتاعتي بالبهارات والبقدونس والملح والفلفل والبصل. اوكي هنحط بقى في الطاسه دي شويه زيت. ماشي ادي زيت في طاسه سخنه كمان. لا كفايه كده. هعمل ايه بقى؟ هعمل الصلصه دلوقتي. هحط البصل. اوكي وهحط الثوم. انا دلوقتي بعمل الصلصه بتاعه البطاطس وهنشوحهم شويه. هنزود شويه زيت. الزيت قليل على بال ما البصل والثوم يتشوحوا هكون انا عملت الكفته بتاعتي وشكلتها. بنعملها حلقات نفس شكل البطاطس عشان يبقى شكلها في التقديم حلو
وتدي نفس الشكل اللي احنا عاملينه ده، وهنرصها دلوقتي قدامكم. اوكي كده هعملها كده حلقات. طاجن ممكن جواينا بقى. معلقه زيت بقى اهي، انا بتعبك انا عارفه، معلش بس كفايه. هاجي بقى هنا ارص الكفته والبطاطس. ورينا الطريقه. هنجيب كده ده مش كبير. هنرص على لحد ما يتملي، يعني على قد ما نقدر كده. بس بتوقفهم على سيفهم. كده هي بتبقى سهله قوي لان البطاطس لسه ناشفه والكفته نيه فماسكه نفسها. فهنرص كده. بقول لك احط هنا ايه؟ هنحط بقى الطماطم، عصير الطماطم والصلصه ورشه السكر. عصير الطماطم وملح وفلفل كده. نفضل بقى نرص كده بطاطس، لحمه، فلفل. عايزين بقى تحطوا حلقات طماطم؟ لا نصه. عايزين تحطوا حلقات طماطم؟ اوكي. عايزين تحطوا ممكن كمان جزر؟ ماشي، بس الجزر بيبقى حجمه صغير فمش هيدينا الشكل حلو في التقديم، انما لو بتحبوا طعمه مش فارق معاكم الشكل ممكن تحطوه عادي حتى لو مش هيبان. هنحط كده كفته، بطاطس، فلفل. بصوا هي لذيذه جدا وما بتاخدش وقت خالص في الرص. سواء كان عايز تقلن صغير اجيب لك واحد تاني صغير لو في. ماشي اوكي نعملها مشكله كده سهله. بصي ما بتحطش ولا حاجه. قول هنعملها لشخص واحد. اوكي موافقه. يلا طلعي بقى طلعي. انا هاخد بايدي كده الزيت من هنا عشان ما نهدرش زيت كتير، وادهن الطاجن، وهاخد بقى الرصه زي ما هي كده. طاجن لشخصين وهروح حطها كده اهو. يلا عشان يبقى شكله حلو. لو شخص جعان قوي يا دوبك الطاجن ده على قد. انا باكل الطاجن ده على فكره. ما عنديش مشكله. لحمه تاني وبطاطس. هندلق عليها الحاجات دي. هندلق بقى دلوقتي الصلصه. ويخش الفرن. ويخش الفرن. هيقعد في الفرن ساعه الا ربع. هندخله على الارضيه الفرن هيقعد نص ساعه وتشغلوا مروحه لو الفرن بتاعكم فيه مروحه، لو ما فيهوش مروحه يبقى نص ساعه وبعد كده 10 دقائق تحت الشوايه. طلعت شكله حلو قوي. دي كبيره شويه فهحط واحده قصيره على قد صور الطاجن اللي احنا عاملين فيه. لما الطاجن اللي انتوا هتسووا فيه يفضل ان انتوا تنقوا يعني حاجه تكون ارتفاعها نفس ارتفاع الحلقات اللي انتوا هتعملوها، عشان لسه هتحط صلصه ولسه هتغلي معاكم في الفرن عشان بس ما تفرش. فانا كده بعمل بنقي الحلقه على قد ارتفاع الطاجن بتاعي عشان نبقى ماشيين بانتظام. هحط في النص بقى. هقعد الف 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 لحد ما الطاجن كله يتقل. انا بنقي الصغير هنا اهو كده. خلاص دي بقت قفله الدايره بقى سهله قوي عشان تديكوا الشكل الحلو ده. هتروحوا جايين كده. هاخد واحده كمان هنا في النص. هو الفرن اللي بنروحه ده ينفع في الكيكه؟ هو بيبقى حلو جدا في المخبوزات وفي الكيكات، ولو حاجه احنا مش عايزين لو هتاخد وقت في الفرن فبنشغل المروحه تروح ما هي محمره الوش لوحده من غير ما نولع الشوايه. اهي القفله بتاعتها بتبقى كده. اهي اديت الشكل الحلو ده. طبعا الطاجن كل ما يبقى كبير هتعملوا نفس الدور تاني جوه وهكذا. بس كده فلفل في النص. هنروح حاطين بقى ايه الصلصه بتاعتنا الحلوه اللي سبكناها بالثوم. عارفه ادي عايزه ايه؟ فلفل حامي. حطيت انا في التقديم فلفل حامي بس انا عشان خفت الناس بعد الفطار يدعوا عليا في الحراق. انزل عليها كل ده؟ نزل لحد ما تغط يعني توصل اخر الطاجن عشان ما تغليش مننا قوي. هشيكي اما واخده بس هنزود بقى شويه ميه. سوري. ده يخش الفرن يقعد قد ايه يا امير؟ يخش الفرن يقعد ساعه الا ربع، نص ساعه على ارضيه الفرن. هجيب لك ميه. هجيب لك ميه. اوكي انا اهو خدتها. نص ساعه على ارضيه الفرن وبعد كده هنحطه تحت الشوايه 10 دقائق او ربع ساعه. لو الفرن مروحه زي ما قلت لكم يبقى هو الساعه الا ربع كلها من تحت، وشغلوا المروحه هتلاقوا الفرن الوش اتحمر لوحده من غير ما نغطيه ولا اي حاجه. احنا محتاجين البطاطس تتحمر وتطلع زي ما احنا شايفينها في التقديم كده. يلا قولي لنا مقادير الشوربه. الشوربه على الشاشه يا اولاد اتفضلوا. يلا اول حاجه عندي بصله متوسطه مبشوره، 2 حبه بطاطس، نص كيلو جزر، 2 عود زعتر، 2 ورقه لورا، 2 معلقه كبيره زبده، كوبايه لبن، وكوبايه مرقه، وملح وفلفل. اوكي ايه بقى اللي هيحصل؟ هنجيب الاول شويه زيت، شويه زيت صغيرين عشان بس الزبده بتاعتي ما تتحرقش.
زيت معلقه، هات بقى الاورنج عشان تليه مع الجزر. يلا صح كده. واحط زبده، وهحط على طول البصل. مش عايزاه ياخد لون عشان ما يغمقليش الشوربه، هيدبل بس. وهحط عليه عود زعتر، عود زعتر سليم زي ما هو كده، وبعد كده هنشيله، وورقتين لورا. وهنزل بقى بالجزر بتاعي. بصوا مش فرق خالص تقطيع، حتى لو هتبشروه مش هتفرق، لان احنا في الاخر هنضربه. انا بقى مش هضربه. مش هتضربه، قطعه بقى التقطيع اللي انت تحبها بقى، صغيره كبيره. هو ده ماشي. هنشوحه كده شويه. وايه بقى القوام اللي هيخلي قوام الشوربه بتاعنا غليظ او تقيل، مش هنحتاج ان احنا نحط عليه ولا كريمه ولا دقيق ولا اي حاجه؟ البطاطس. البطاطس هتربط الشوربه وهتديها قوام حلو قوي، وهتتقلها. بس صدقوني ما تضربهاش في الشوربه بقى والايه والخضار بيبقى مهري فيها كده. اه انا هوريك شكلها، شكلها هنا حلو جدا. فلو مش عايزين تضربوها ما تضربوهاش، هتحتاجوا بس ان انتوا تشيلوا عود الزعتر وورقة اللورا وتاكلوها على طول من غير ما تضربوها. زمان عمرنا ما كنا بنضرب الشوربه في الخلاط. ابدا. ايوه صح حقيقي. بس زمان ما كانش في انواع الشوربه كتير بتاعت دلوقتي، يعني كان في انواع بس دي تعتبر شوربه خضار الى حد ما. بالظبط، يعني شويه. عايزه شويه كوسه بس. احنا عاملين شوربه خضار في حلقه من الحلقات الجايه، عاملين شوربه خضار وعامله فيها شويه خضار كميه. على فكره يعني. اميره السنه دي هتعمل كحك والغريبه، ومحضره لكم مفاجآت في الحلقه ان شاء الله باذن الله. ده ايه؟ مرقه. حطيت مرقه. اللبن مش دلوقتي، هنسيبها بقى على النار لحد ما تغلي. بصوا لونها حلو ازاي من قبل اي حاجه. هنسيبها على النار لحد ما تغلي وتستوي، هتقعد تقريبا تلت ساعه. بعد التلت ساعه هتبقى كده. اتشغلنا بقى، حطيها هنا. لا احنا مش هنحتاجها على النار، احنا هنجيبها هنا كده. طب ماشي. هتبقى شكلها كده. انا شلت منها عود الزعتر وشلت ورقه اللورا وسايباها بالمرقه بتاعتها. هنحط اللبن. هنحط بقى اللبن ونضربها بالهاند بلندر. ماشي، ما نضربهاش بقى. ماشي، انت لو حابب ماشي. انا عاملاها هاتونا. طب انا هنصحك نصيحه، لو مش هنضربها ما نحطش لبن. والله؟ اه. لان بصوا شكلها هيبقى ايه لو باللبن، مش هتبقى مفهومه. انما ما دام حطينا لبن يبقى نضربها. لو انتم مش عايزين تضربوها وتاكلوها عادي مش هيفرق معاكم، ما تحطوش لبن. احكي لنا كده بجد دلوقتي عملنا ايه؟ عملنا البطاطس بالكفته، وعملنا شوربه الجزر من غير دقيق ومن غير حاجه، هي هتتقل لوحدها مع البطاطس اللي احنا حاطينها. اوكي، ناقص لك ايه؟ ناقص لي البسبوسه، اللي هي مش بسبوسه، دي بسبوسه مش بسبوسه. بعد الفاصل نعمل لكم البسبوسه اللي هي مش بسبوسه. بسبوسه، البسبوسه اللي هي مش بسبوسه. في صينيه اميره. فاصل. أربعة شارع شريف. صينيه اميره الاولانيه كانت حوادق بقى، شوربه كده حلوه، وطاجن بطاطس بالكفته لطيف. نخش على الحلو. النهارده هي عامله طبق حلويات اول مره في حياتي اسمع عنه، شكله اختراع من الاختراعات الجديده. لا خالص، هو سهل. ايوه بص، الناس ما بيعرفوش يعملوا بسبوسه وبيتعقدوا منها، يعملوا وصفه ليهم هم الماضيين. طب ده اختراع جديد؟ لا، الحاجات اللي هم اللي طلع الايام دي. لا 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 لا، هي بسبوسه دي سميد اهو، حاجه. أيوة بسبوسه مش. بسبوسه يعني دي طريقه مختلفه. اختراعك؟ بص هي شبه شويه سد الحنك في الطريقه، انما تقولها لي في وشي. انما الطعم مختلف طبعا. على فكره سد الحنك حلو. سد الحنك حلو طبعا. مش عارف ليه سد الحنك. اعمله لكم كده ليه؟ هو بيتعمل في كان المفروض نعمله في الشتاء بس. لا خلاص، الشتاء الجاي عليك خير وعيش. الشتاء الجاي ان شاء الله. قول لنا المقادير. يلا، اول حاجه عندي كوبايتين دقيق سميد، كوبايه ونص سمنه، ورشه فانيليا، ورشه ملح. للقشطه كوبايتين لبن، علبه كريمه خفق بودره، ثلاث معالق كبار نشا، كوبايه قشطه، نص كوبايه سكر، معلقه صغيره ميه ورد. للشربات بقى كوبايه ونص سكر، كوبايه ونص ميه، وعصير ليمون. اوكي يلا بينا يا ولاد. بصوا بقى، هي الطريقه سهله جدا ما فيهاش اي حاجه خالص. ايه بقى؟ هنجيب دلوقتي السمنه، مقدار سمنه محترم. شايف قد ايه محترم قوي؟ محترم جدا. انت بتهزري؟ وعليه مقدار الدقيق السميد بتاعنا. في الوصفه دي هنجيب دقيق سميد، مش هنجيب كيس بسبوسه، خلوا بالكم في فرق. دقيق سميد بيبقى دقيق سميد خام، دقيق سميد عادي معلوش اي اضافات، بيستخدم في الحادق وبيستخدم في الحلو. انما كيس البسبوسه بيبقى عليه اضافات، عليه جوز هند وعليه سكر وعليه فانيليا وعليه اضافات كتير، فلو اتعمل كده هيتحرق وهتلاقوا طعم الشياط فيه مش حلو خالص.
فلازم دقيق السميد، دقيق السميد العادي هتلاقوا مكتوب على الكيس بتاعه دقيق سميد، دقيق سيمولينا، الاثنين واحد. فما ينفعش خالص الوصفه اللي هي دقيق البسبوسه او كيس البسبوسه الجاهز، خلوا بالكم. اوكي هنفضل نقلب فيها. بس انا عايزه اوري الناس اما تندمج بالسمنه يبقى شكلها ايه الاول. مرمله؟ اه هتبقى مرمله على شبه رمله البحر كده، مليها لهم كده. هي لسه مش ده الشكل اللي انا عايزه اوريه لهم، لسه ما السمنه كلها تبدا تسيح وتغلف حبات السميد بتاعنا. بصوا تبقى عامله ازاي. هي مش صعبه، بس في ناس بيحبوها بطرق يعني انا بحبها تكون مرتفعه وطريه من جوه ومقرمشه من بره وتكون ماسكه نفسها. في ناس بيحبوها دايبه كده تتاكل بالمعلقه وتبقى مفروله تيجي تاكلها تقع منك. لا ما بحبهاش. فهو ده الاختلاف. وبحب الحروف بتاعتها الناشفه المقرمشه. انا بالظبط انا كده برضو بحبها تكون مرتفعه شويه. الله ينور عليك. وتبقى ساده من غير جوز هند. انا بحبها كده برضو. انا دايما لما باجي اعمل بسبوسه بعمل دي سيمولينا، ما بجيبش حتى اكياس الجاهزه. ده شكلها وهي مرمله. هنفضل بقى نقلب فيها كده حبه محترمين، وخلوا بالكم منها عشان الدقيق بيتحرق. لغايه ما يحصل ايه؟ لغايه ما تبقى زي دي. ايه ده فعلا؟ اه هتاخد وقت مثلا تقريبا نص ساعة وايدينا فيها، ايدينا فيها على أي طول. اي واحدة بقى مش طايقة جوزها تخليه يجي يعمل القصة دي. اه او هي تفضل واقفة في المطبخ وتسيبه قاعد لوحده لحد ما تقعد تحمر الدقيق السميد بتاعها. وطوله رمضان كريم مش عايز تاكل بسبوسة؟ ايوه هتفضل واقفة لها ساعة كده ولا حاجة، فتقعد تقلب 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 لحد ما تزهق بقى. بس احنا ما عندناش حد مش طايق جوزه، عشان احنا في رمضان لازم نطيق بعض. لا وبعدين وقفه المطبخ في رمضان بتبقى ليها ثواب كمان. واحنا في رمضان كل الازواج والزوجات يكونوا طايقين بعض لو سمحت، ده شهر ايه كريم، كل سنه وانتم طيبين. مش عايزين حد يتعصب على حد ولا حد يبقى خلقه ضيق ولا ايه. لا بالعكس، ده ربنا بيختبرنا يعني، فعايزين كده نبقى هادين مع بعض. صبر. اه الصبر، صبر في الملاحات. اه بعدين بس فنقدر نقلب فيها لحد ما توصل كده. هجيبها لكم انا هنا كده. ايوه خلوا بالكم، قلت لكم عشان هتتحرق منكم لو سبتوها، هتلاقوا بدات تلسع من تحت. هاخد بقى انا نفس الاسباتيول بتاعي وهحط الدقيق اللي انا حمصته بالسمنه. بصوا بيبدا بقى يفرول من بعضه، وعامله هنا الشربات، مقدار الشربات اللي انا قلت لكم عليه، كوبايه ونص سكر، كوبايه ونص ميه، واول ما يبدا يغلي هنحط عصره ليمونه، نص ليمونه مش هيبقى كلها على المقدار ده، يعني عصرتين ثلاث اربع نقط كده بالظبط. تمام؟ هيقعد على النار قد ايه؟ هنعمل القشطه بتاعت البسبوسه. آه هيقعد على النار قد ايه الشربات؟ هيقعد من 7 ل 10 دقائق، ما بيبقاش تقيل. هتعملي ايه دلوقتي عليه؟ حط بقى الشربات. اوكي. شربات خفيف. شربات خفيف، الشربات الخفيف بيبقى السكر والميه قد بعض، الشربات التقيل بيبقى السكر ازيد من الميه، الشربات ال ايه الشربات التقيل والشربات الخفيف. اه هو بس بيبقى كده، السكر ازيد من الميه، ده في التقيل قد بعض لو خفيف. ولو حبيناه يعني حطيناه على النار وحسينا ان هو عايز يتقل، كل ما هيغلي كل ما هيتقل حتى لو الميه والسكر قد بعض. اوكي فدي هتفضل تغلي شويه لحد ما تبدا تتقل. كل الشربات ده هيتشرب دلوقتي فعلا. اه هتلاقيها بقت عجينه كده. فعلى بال ما يحصل كده انا هعمل انا بقى القشطه. ماشي بس انا عايزه ده على البارد كده. تعالي تعالي سخنت قوي دي. فانا هاجي هنا على اللبن هدوب النشا وهحط كل الاضافات بتاعتي هحطها هنا، بعد كده هرفعها على النار وهحط بودره الكريم شانتيه وهحط الفانيليا. انت بتحبي قوي بودره الكريم شانتيه. بص بصراحه هي بتدي غناوه جدا لاي حاجه فيها لبن، بتدي فعلا طعم مختلف. والرز بلبن اللي احنا بنحبه قوي والوش بتاعه يبقى مكرمش بيبقى ده سرها، بودره الكريم شانتيه. وانا دايما لما بعمله بحط عليه فعلا. حطيت دلوقتي قشطه واحط سكر، السكر هنا زي ما انتوا تحبوا، زي ما احنا نحب طعم السكر مسكر قوي او لا. احط ميه الورد بس في الاخر عشان ما تمررش. هدوب انا بقى كل ده. ممكن نرفع البتاع على النار، الكاسرولة على النار تاني. هفضل اقلب كده لحد ما اتاكد ان النشا داب. هو الوحيد اللي انا مش عايزاه يطلع على سخونيه هو النشا، انما بقيه المكونات عادي. انا بس بستغل هنا ال ال البتاعه دي عشان اقلب فيها كل الحاجات. هنزل كده وانا بنزل هقلب برضو على طول. الكلاكيه اللي نازله دي القشطه، لما تتحرر للسخونيه هتلاقوها دابت ساحت خالص. بس كفايه عشان تلحق تستوي. ونوري الناس الطريقه بتاعه الرص. بس هنفضل نقلب فيها كده لحد ما تتقل. اول ما تبدا تتقل هنروح حاطين ميه الورد.
ادينا فيها برضو. لا لسه ادينا فيها برضو لحد ما تتقل. يعني الكاسه اغلبيتها ايه، بسبوسه ولا كريمه؟ قد بعض، وبرضو دي على حسب الذوق. لو احنا بنحب طعم القشطه قوي هنحط قد بعض، لو احنا بنحب طعم البسبوسه قوي يبقى هنزود البسبوسه. بس انا بفضل زي ما انا مقدمه كده ان القشطه تبقى ازيد سيك. بصي ابتدت ايه، هتبدا تتقل. دي واحده ثانيه وابعدها عن النار خالص، وكل ما تبعد عن النار هتلاقيها تقلت لوحدها برضو يا شيخ. زي البشاميل كده، كل ما هيقعد هيتقل، وكل ما ولما يبرد هيرجع يتقل تاني. بس انت ممكن تطفي عليها عشان هي لسه هتتشرب تاني وهي بارده، هتفضل تتقل تاني. بصوا القشطه اللي كانت نازله كلاكيع دابت خالص، ما بقاش ليها اي اثر. هنفضل نقلب كده. انا ممكن احط ميه الورد جزء هنا، ريحتها حلوه بشكل، والجزء التاني هنا. الله، تبدا تتقل. تبدا تتقل. ممكن تحط تقلب تقليبه تاني للدقيق، وبعد كده تحط بقى اول رق في الكاس. هنجيب كاسات زي دي. بصوا بتتغير ازاي، زينه بقى باي حاجه ممكن. بصوا هنا مزوقه بالدقيق اللي احنا حمصناه من غير شربات في الكاسات اللي احنا عاملينها. ممكن تزينه بمكسرات، ممكن تحط جواها مكسرات لو انتوا عايزين. اجيب لك بقى كبسه نحط عليهم ده. اوكي، بس هو لسه ما تقلش، هيبدا يتقل اهو. كل ما هتبرد معاكوا دي هتلاقوها تقلت، فلما تيجوا تحطوا الطبقات مش هتتلخبط على بعض. احنا نسيبها شويه ما تتقل، ما نحطش عليها دي على طول. لا، ودي هتبقى زي كريمه ولا هتبقى صيصه شويه؟ لا، هتبقى كريمه تقيله تتاكل بالمعلقه. لا لسه، هي لسه ما تقلتش. اعمل انا اسرع. اوكي، انا فاكرك عايز تشوف قوامها اهو. ايه في البيت هتسيبوا الدقيق البسبوسه تبرد، وبعد كده ما تخافوش مش هتتشكل ولا حاجه. يعني هتسيبوها تبرد هنا كده او تنقلوها في طبق لو انتم مستعجلين، وبعد كده هتبداوا ترصوا الكاسات، او هتحطوا الطبق الاولاني زي ما احنا حطينا كده وتستنوا عليها برده لحد ما تبرد، عشان لو نزلتوهم على بعض وهما سخنين الاثنين ممكن يندمجوا ببعض. فاحنا هننزل يفضل بالمعلقه عشان ما تتغلبش. ماشي، على مهلك بقى، على مهلك. ايوه، بص القوام بتاع القشطه عامل ازاي، تحفه. في الاخر نحط من دي فوق، وهنحط بقى فوق تاني طبقه تانيه، وبعد كده هنزوقها بقى باي حاجه احنا حابين. مش محتاجه تتزوق يعني لو نحب. برافو عليك، لسه ايديك. احكي لنا عملتي ايه النهارده. عملنا النهارده صينيه بطاطس بالكفته، وعملنا شوربه جزر، وعملنا الحلو بسبوسه بالقشطه، بس بطريقه مختلفه شويه كده وسهله في نفس الوقت. شكرا اميره، اشكرك، كل سنه وانت طيبه. شكرا اميره على وجودها معانا النهارده، على الاكلات الصينيه الحلوه اللي عملتها. نكون معاكم بكره في نفس ميعادنا. شكرا لكم، رمضان كريم.